السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المشاهدين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد واللي هو الخدعة السحرية. ولكن قبل ما نبلش بالفيديو، إذا كنت تشاهد هذا الفيديو لأول مرة، أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا لكي نستمر وننشر المزيد والمزيد. طبعا الفيديو اليوم راح يكون عن الخدعة السحرية، كيف تبهر أصدقائك وتساوي لهم حركات خدع سحرية رائعة. ما منطول عليكم أصدقائي، خلينا نبلش بالفيديو. نعم، جاب ورقة لعب، ربط بيها أصبعه النص الوسطى، هنشوف شو راح يساوي لنا خدعة. جاب قلم وكأنه بده موجة، تحسها كأنها عادية. طبعا هلا بنشوف كيف سوالنا اياها. طبعا كل اللي بتشوفوه هلا راح يكون خدعة، يعني ما في شيء حقيقي. الحقيقة كيف سواها، يلا نشوف. جاب ورقة لعب وأصبع الوسطى ربط فيها. نعم، طيب هلا راح يعلمنا شو يساوي. ايده اليسار كمان استعمل اصبع الوسطى، تقريبا هيك سواها. طبعا هيك اهو، ايه. نعم، يلا نشوف مع بعض. ايه، سكرها هيك، ايوه رائع. طبعا كلها خدعة بخدع، يعني واو ذكاء، يعني هو ذكي استعملها، رائع. وهلا الخدعة السحرية الثانية، وقف ورقة بفئة 2 دولار بين ايده اليمين والايد اليسار وحركهم، لنشوف كيف سواها. يعني من ايد اليمين جابها لايد اليسار، جاب ورقة 2 دولار فئة، جاب خيط اسود. طيب لازمك الخيط الاسود مشان ينجح معاك. شو راح يساوي؟ جاب اللاصقة كمان، قطع شوي من اللاصقة، ايه قطعها قليل طبعا عشان ما تبين، او قطعها كمان نص، صار تقريبا قليل كتير بإيده. لصق الخيط بالقطعة الدولار بورقة الدولار، ولصق الخيط ورقة الدولار، ايه. وهلا شو راح تساوي؟ نعم اصدقائي المشاهدين، وهيك قطع قليل من النايلون، ايه قطعة نايلون صغيرة مشان الخيط، يعني ربط بيها، ايه حطها فوق الخيط اللي ركب اول شي. نعم واو، لصق اول شي. طبعا كيف راح يساويها؟ هلا بنشوف. مر الخيط، راح يمرر الخيط من القطعة البلاستيكية الصغيرة، هو على شكل حلقة صغيرة. نعم سواها، وهلق حطها بالاصبعته الابهام، نحن بنقول لها ابهام، ايه الاصبع الصغيرة الكبيرة. شوف واو، هيك الورقة من اليمين بتجي لليسار. وهلق عنا فيديو تاني نشوف شو راح يساوي. خدعة تانية، جاب 3 كاسات مع 3 قطع لوف، حط واحدة فوق واحدة، طلع واحدة تحتها، نشوف شو راح يساوي، كيف راح يساويها. حط التانية فوق. نعم استغل المشاهدين، صار 2، واو. وهلق شو؟
هلا حط واحدة كمان. صاروا ثلاثة. طيب هلا راح يعلمنا كيف سواهم. حط ثلاث كاسات مع ثلاث قطع لوف. نسكر هين. طلع تحتها. طيب طلع تحتها. حط الثانية. صار اثنين. كأنه شكيت بالموضوع شوي. لنشوف. حطها فوق. سووا له حركة. صاروا ثلاثة. لازم يكون في قطعة كمان زيادة على ما اعتقد. راح يكون في واحدة زيادة. يلا نشوف الطريقة شو راح يساوي. عنده ثلاث قطع لوف. حطهم بالارض مع ثلاث كاسات. كاسة فاضية. كاسة فاضية. اوه في كاسة واحدة مو فاضية طبعا. شو راح يساوي هلا؟ سكر عليهم. حط واحد اثنين ثلاثة. طيب لما يحط هذا ثلاثة حطون هيك بالارض شو راح يساوي؟ راح يكون كاسة واحدة فيها يعني فيها اللوفين. والثانيين التانيين كاسات التانيين ما راح يكون فيها اللوف. نعم. وهلا صار واحدة عنده يعني هو في كاسة لوف بالكاسة النص. نعم. هلا صار اثنين يعني طبعا ما يشوف. وهلا الثالثة طبعا ما حدا شاف. انت هيك بتقلبها حطها هيك وتحطها هاي فوق. هاي زيادة طبعا. هلا هيك بيساوي بصيروا ثلاث لوفات وكاسات مو مطخوبين كمان. اتمنى تكون تعلمت. انا تعلمتها تقريبا. شوف هيك بيساويها. تكون واحدة تحت. نعم واحدة تحت واحدة بالنص يعني. هلا تانية شالة اللي بالنص كمان حط صاروا اثنين. هلا كمان نفس الطريقة راح يساويها. شال في واحدة بالنص حطها فوقها وصاروا ثلاثة. وهاي حطها فوق. هاي مو لازم لانه بده يخبيها كمان. هيك سوا صاروا ثلاثة. قطعة رائعة طبعا. نعم اعزائي المشاهدين اليوم كمان شو جاب لنا موزة. شو راح يسوي؟ بده يقطع ورقة لعب. يقطع بيها الموز. نشوف بيقدر ولا لا. ايه ما قطعهم. اوه يعني نقول سويت لكم السحر انه انقطعوا. لنشوف. واو اثنيناته مقطوعين. الطرف اللي لمس الورقة ورقة اللعب نص بين القشرة أنا انقطعت جوا يعني ما حدا شاف كمان كيف سواها هيك. هلا في ورجينا شلون سواها. قطع موز لثلاث قطعات وجوا القشرة كمان من دون ما يجرح القشرة. نعم جاب إبرة وخيط بده يخيط الموز ولا شو. نعم عم هلق عم يخيط عم يلف حوالي الموزة طبعا. بعتقد فهمتها شوي يعني. هلق لما يلف حواليها يحط الخيط بمكان اللي طالع منه الإبرة. يرجع يحط الإبرة مكان مشان الخيط يدخل لجوا القشرة. ايه مشان يدخل لجوا القشرة وما تنجرح القشرة كمان ما تبين مجروحة كمان. هيك لف ورا حوالي الموزة بالضبط طالعها. هلق راح ايه يسحبها. لما يسحبها بيكون الخيط هيك صار لجوا. لما يسحبها راح تنقطع قش الموزة جوا لشقفتين. نعم هلق صار شقفتين يعني. ويجرب تحت كمان مكان الثاني اللي سواه نفس العملية طبعا أصدقائي. نعم شوف ركز معي. ايه يعني نفس العملية يعني المكان يطالع منها الأبرة يحطها بنفس المكان يدخلها بنفس المكان مشان القشرة ما تنجرح وتدخل كل الخيط لجوا مشان تنقطع. نعم اسخاي حطها مزبوط. شوف نفس المكان يتحطها طالع بنفس المكان اللي بلشت من اول هيك تمام. هلق يسحب الخيط. نعم هلق بيسحب الخيط بيصير شقفتين الموزة جوا. هلق سحب. نعم هيك يعني ما يسحب يصير شقفتين. وهلق شو عنده ورق لعب. لنشوف شو راح يساوي.
3 4 5 6 7 8 والجوكر شو راح يساوي فيهم؟ جاب سكينة وعم يتقب الأوراق كلهم. نعم أصدقائي شو راح يصير؟ نعم اتقبهم كلهم يعني نشوف شو راح يساوي بهم بالثقب. واو ثقب نظامي. هلا شو راح يقول مثلا؟ جاب ملعقة نايلون بلاستيك حطها جوا. شو هلق؟ ايه نعم عنده ثلاثة تحت الجوكر وثلاثة فوق الجوكر. شو راح يساوي فيه هون هلق؟ 6 8 7 6 وجوكر. نعم شو راح يساوي؟ سوى حركة سحرية يعني هلا حيكون الجوكر مو مدخول او هيك شيء. لا طالعها طالع طبعا حطها بنفس المكان لنشوف شو صار. مدخول مدخوب ايه هذا مدخوب نعرف. نعم الجوكر مدخوب كمان. طيب شلون طالع الجوكر من جوا وحطه بمكان نفس المكان و هلق بيعلمنا كيف سواها. نعم القطعة اللي ورجانا اياها يعني بيقول انه مو مدخوب يعني كيف طالعت كيف سواها. 3 4 5 او 2 5 عنا هون 7 8 2 5 وعنا جوكرين او 5 6 7 جوكر. هاد كيف اجا؟ يقطع قطعة ورق الجوكر. نعم قطعها قطع من الطرف كمان. نعم واو دقيقة نركز شوي راح يلصق قطعة الجوكر بالرقم 5 هيك شي مشان تبين انه الجوكر بين الورق جوكر عادية. هلا بنشوف لا سكر على رقم 5 ايه وهلا يحط الجوكر. هلا يربط الجوكر بيها مشان تبين انه هاي قطعة جوكر ومانا رقم 5. نعم اصدقائي المشاهدين هاي حيلة ذكية شوي وبدها عمل كمان يعني هيك عشوائي ما بتصير ما سهلة ابدا. هلق راح يحط رقم 5 ثانية فوقها مشان ما تبين انه في جوكر ولا لا. ايه سواها هلق بيشيلها كمان. حط رقم 6 فوقها مشان تلتصق برقم 6. نعم هلق القطعة الصغيرة اللي الجوكر راح يطالعها هاي القطعة المقطوعة راح يطالعها يعني مو القطعة النظامية. شوف هيك سواها هاي قطعة يعني تعتبر انه قطعة واحدة هاي
وخمسة تحتها، وجوك أربعة وثلاثة إيه، وجوكر فوق الكل وبين الستة والخمسة، ويحط سبعة وثمانية عاديين. هدول كلهم راح ينقطعوا، بس الستة هون فيها قطعة يعني إيه، وخمسة التانية كمان مشان إذا يحركها يعرف إنه نعم. هلا راح يعلمنا هيك بيتقب الورق كله، بس لازم تركز كتير هون في شغلة مهمة، انه تتقب مكان اللي هو الشر يعني، مو تتقب طرف تاني تخربت كل اللعبة هيك اتقب كلهم. نعم أصدقائي أتقبون كلهم، وراح يحط هلق يعني جوكر وستة وسبعة ما تماني ما بتبينوا يعني إنه مقطوع، بس الستة هون مغشوشة طبعا أصدقائي، شوفوا ستة سبعة هاي حطها بالنص مو طيب. هلق بنشوف حط الملعقة البلاستيكية أو أي شيء تاني بصير. نعم أصدقائي هلا حركها هيك يعني، بده يركز بيها، تركز بيها شوي. ستة سبعة ستة وجوكر مو، أو هاي هي الجوكر المقطوع. وهلا شو راح يساوي لما يلفها يطالعها؟ تحسها إنه مو متصل، بس لما يطالعها كلها بتكون مقطوعة. نعم أصدقائي مشان بتمنى تكونوا عرفتوا هاي القطعة كيف سواها ايه يعني، وصارت واضحة طبعا لما شرح لنا اياها. وهيك أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية هذا المقطع، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من القطعة السحرية طبعا، سووها لأصدقائكم بتنبهروا ويبهروا أصدقائكم. ووصلنا لنهاية المقطع إن شاء الله، بتمنى يكون نال إعجابكم، وانتظرونا بفيديو جديد إن شاء الله عن قريب، نطلع لكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.